الشوربه اي حاجه اقدر امشي بيها شوربه، مش محتاجه مني حاجه معينه يعني، مش شرط المقادير اللي قصدي اقوله يعني، المقادير اللي بشتغل بيها دلوقتي مش محتاجه مني لازم يكون جمبري او كاليماري او اي حاجه تمشي. التاسيس هو اللي مهم جدا، نتكلم عنه بالتفاصيل برضو واحده واحده. ايه اللي اسس معايا الشوربه؟ لو انا هعملها بالكريمه معلقه زبده ومعلقه دقيق. طب لو هعملها شفافه ولا حاجه، هي المرقه الحلوه ونصفيها كويس وبنشتغل بيها. طب تعال نشوف هنعمل ازاي بالكريمه، يلا بينا. دي حله كبيره جدا على الشوربه الصراحه، نشوف حل اصغر. شوف هم اصلا قد كده، نجيب حله صغننه دي كويسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله طب الواحد نظر وخلاص بقى، مش اهي قدام عينينا الحله الصغننه دي. حلو. طيب مقاديري على القطاع يا فندم، ركز معايا. ادي الزبده، ادي الدقيق، ادي حبه الجمبري ويبدلوا باي شيء، وعندي بصلايه وكرفسايه مفرومين جدا، معلقتين كده حلوين مش كل كميه اكيد، كوبايه الكريمه دي في النهايه نتكلم عنها. طيب تبدا بيها يا شيف. والله نبدا نجيب الاول بس كده الزبده تسيح. بسم الله الرحمن الرحيم. كده مع كرفس ني في ني كده برضو، وانا احب احط في الشوربه كرفس كتير الصراحه كده، والبصل مش كتير مش شرط، حبه صغننين كده حلوين بس اشوح الكرفس والكرات الكتير المفرومين دي. شايفهم عامل ازاي؟ ريحتهم حلوه مع نفسهم كده. ودايما ناخد بالنا واحنا بنعمل الشوربه او اي نوع من انواع الشوربه حتى لو فراخ، ما نقرش قوي في التشويحه الاولى من الخضار ده، خليه دايما يكون دبلان وسوتيه، بحيث لما انزل من المرقه ما يطلعش على الوش يكون غامق او محروق، يبقى شكله مش حلو. اشوحهم كده مع بعض اهو، وروح رابط هنا بقى. يعني ايه تروح رابط؟ ادي معلقه الزبده يا فندم، ركز معايا، معلقه واحده اهي، وادي معلقه الدقيق، ركز كده معايا، ادي معلقه الدقيق بس كده، بس كده، وادي معلقه تاني، وارجع الم كل الكلام ده كله مع بعض. حاجه باينه؟ مفيش حاجه باينه. ايه اللي هيبان؟ هنشوف حالا ايه اللي هيحصل. اشوحهم بس كده مع بعض، تدوب الزبده مع الدقيق هتكلكع، هو ده المطلوب اثباته. واول ما تكلكع هروح عامل ايه؟ جايب عندي مصفى كده، وجايب عندي حبه المرقه اللي عندي، اي كان المرقه عندي، اي شيء هشتغل بيه. بسم الله، وابدا انزل كده على طول. بسم الله، شكرا. بص كده يا فندم معايا، ايه اللي حصل؟ سيبك من البياض اللي هي بقى لونها ابيض يعني، ايه اللي حضرتك شايفه دلوقتي قدام عينيك؟ تعالى نجيبها من مغرفه افضل. اهي الميه اللي حطيناها، بص بقت تقيله ازاي؟ ولا اي شيء، معلقه الزبده والدقيق اللي حطيناها مش اكتر. الخضار عندي واضح وباين اهو، شايف؟ طب عايز احط كريم اقول لك في الاخر وبعدين، طب عايز احط جمبري اقول لك دلوقتي، عادي جدا، مش هشوحها اقول لك مش محتاج. ابص الجمبري، شكرا. شوف ادي حبه مرقه كمان، معلش نزود شويه طبق. بسم الله اهو، شوف كده، انا احب الحاجات تبقى قدام عينيا كده. ايه البهارات بتاعتك يا شيف؟ والله سنه ملح بسيطه اهي، وسنه فلفل ابيض، ومتشكرين اهو. قلب، سيبهم قدام عينيا خمسه، حط حبه كريمه، متشكرين. تمام تمام. طيب اهي شوف القوام عامل ازاي، مفيش كريمه لسه، شوف اهو، واللون حلو، والجمبري تسويته لطيفه. اجي انا بقى ادلع بقى بحبه الكريمه، مش اجباري، اختياري، نص كوبايه مش شرط تكون الكميه كلها اهو. شوف سيبها بقى كده غلوه واتنين، ونشوف ملامحها عامله ازاي. عايز ارجع مع حضراتكم على السمك المكريل ده، يطلع على طول خلاص على المائده. ارجع مع حضراتكم على السمك المكريل اللي احنا اشتغلنا بيه من شويه، وقلنا ان في سمك معين بديله خل وليمون، ده منهم، ركزوا في دي النقطه دي بس، عشان بيبقى لحمه مغمق شويه وفي يعني نظافته بتبقى كويسه كل حاجه، ولكن سنه الخل بتفرق في الاخر في التنظيف او في التتبيل. الشوربه دي خلصانه، شايف المنظر؟ نغرب بقى الشوربه دي بالمره،
بص منظر الكريمه عامله ازاي فيها. نجيب طبق للشوربه بلاش ابيض عشان هي بيضه. نجيب طبق لطيف منديل، سنة مية فيها سنة خل، اي طبق مركون اي حاجة ما بستخدمهاش، حتى لو نضيف تفرق فكرة ان انا ادي بس النظافة دي سريعة كده، اي تراب اي مش عارف ايه، الحاجات دي مهمة جدا. طيب تعال نشوف قوام الشوربة بعد وهي بتتغرف. شوف يا فندم، بص الكريمة، حبة الجمبري صغيرين كتر من براحتنا، بس يعني هي الفكرة وضحت قدام حضراتكم. بس كده ونطلع بيه على المائدة. ادي طبق شوربة الجمبري وسمك الصيادية. سمك الصيادية ده خد بالكوا، ده يعني سمك، فكرة السمك الصيادية عامة فكرة قديمة ما هياش فكرة جديدة.